أخبار من الحدث. ردود فعل واسعة تندد بالعملية الإرهابية في نيس الفرنسية، وترامب يؤكد وقوف واشنطن مع أقدم حلفائها في هذه المعركة. واشنطن تواصل سياسة الضغط القصوى على طهران وتفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران. التحالف ينشر فيديو لاعتراض مسيرات حوثية مفخخة باتجاه السعودية، وواشنطن تعلن مصادرة شحنة أسلحة في طريقها للحوثيين. الرئاسة الجزائرية تقول إن حالة الرئيس تبون مطمئنة والاستعدادات مستمرة لإجراء استفتاء الدستور. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة التي نبدأها من فرنسا التي شهدت يوما حزينا في أعقاب الهجوم الإرهابي في نيس. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي كلمة عقب تفقده موقع هجوم كنيسة مدينة نيس أعلن عن نشر قوات لتعزيز حماية أماكن العبادة بما فيها الكنائس وكذلك تعزيز أمن المدارس. وقال ماكرون إن تعرض بلاده لهجوم فهذا بسبب القيم الخاصة بالحرية والرغبة في عدم الرضوخ للإرهاب، معتبرا أن بلاده تتعرض لهجوم إرهابي إسلامي بحد قوله. قررنا هذا الصباح رفع مستوى التأهب واليقظة في كل فرنسا لمواجهة التهديد الإرهابي. قررت أيضا تعبئة عسكريين في الساعات المقبلة ورفع عددهم في إطار عملية سنتينال من 3000 إلى 7000. سنحمي أيضا أماكن العبادة وبشكل خاص الكنائس. سنحمي أيضا مدارسنا التي تستعد للدخول المدرسي المقبل. كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن منفذ عمليات الطعن في مدينة نيس جنوب البلاد هو مهاجر غير شرعي من مواليد تونس لعام 1999، وأضافت أنه كان يحمل بطاقة من الصليب الأحمر الإيطالي كتب عليها اسم إبراهيم، وهذا ما يفسر ما أعلنه برلماني فرنسي عن أنه وصل بطريقة غير شرعية من جزيرة لامبيدوزا. منفذ الهجوم قرب كنيسة نوتردام نقل إلى المستشفى للعلاج بعد إصابته بطلق ناري من طرف الشرطة، في الوقت الذي فتح الادعاء العام لمكافحة الإرهاب تحقيقا في ملابسات الحادث.
كشفت وسائل إعلام تونسية أن الأبحاث الأولية حول المشتبه في ارتكابه العملية الإرهابية في مدينة نيس الفرنسية يدعى إبراهيم العيساوي من معتمدية بوحجلة التابعة لولاية القيروان ويقطن رفقة عائلته بحي النصر من معتمدية طنا بولاية صفاقس وهو من مواليد العام 1999، كما أنه ليس لديه أي سوابق في انتماءات لجهات دينية متشددة لدى السلطات الأمنية. وأعلن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس تولت فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي للجريمة الإرهابية في نيس الفرنسية، مضيفا أن فرقة أمنية مختصة ستتولى إجراء التحقيقات والتحريات المتعلقة بالمشتبه. مدينة نيس الساحلية في الجنوب الفرنسي اهتزت صباحا على وقع هجوم داخل كنيسة نوتردام. الاعتداء وقع في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، نفذه شخص مستخدما سكينا قتل به 3 أشخاص على الأقل، بينهم امرأة جرى قطع رأسها. رئيس بلدية نيس محاطا برجال الأمن كان أول مسؤول محلي ينتقل إلى مكان الهجوم. رئيس البلدية وصف الهجوم بالإرهابي والمروع. قتيلان داخل الكنيسة، قتل بطريقة وحشية، وبلا شك الأسلوب يتطابق مع الوسيلة التي استخدمت مع المعلم الشجاع سامويل باتي في كونفلان سانتونورين. هناك أيضا قتيل آخر يتعلق الأمر بأحد الحراس. منفذ عملية الطعن الذي تعرض لإطلاق نار من قبل رجال الأمن تلقى إسعافات في موقع الحادثة قبل نقله إلى المستشفى للعلاج من إصابة حرجة في كتفه. وفي الحال انتشرت قوات الأمن بمحيط الكنيسة، دعا رئيس البلدية السكان إلى الهدوء والتضامن. وفي مؤشر على التعامل مع الاعتداء كعمل إرهابي، فتح الادعاء العام لمكافحة الإرهاب في باريس تحقيقاً في ملابسات الهجوم، بينما وقف مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور رئيس الحكومة ومحامين دقيقة صمت ترحماً على أرواح الضحايا. دانت السعودية في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وجدد البيان تأكيد الرياض على رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية، مع تأكيدها على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف. مشاهدينا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نعود.
نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في تنفيذ كمين لعناصر ميليشيات الحوثية. إلى الأبطال في الجبهات، النصر قريب وأنتم على موعد مع النصر، يجب عليكم الاستمرار. انتسم بالله رب العالمين، لا بالدماء صنعاء تعود العاصمة. الجيش اليمني يحبط هجوماً لميليشيات الحوثي ويأسر بعض عناصر هذه الميليشيات. ماذا في تفاصيل هذا الخبر؟ كورونا تفتك باليمنيين في داخل صنعاء، الميليشيات موجودة على طوق صنعاء لتقصف المدنيين في المناطق المحررة. كاميرا الحدث وثقت العملية العسكرية التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. بدأت الإصابات تقترب من المليون الثاني. هناك تمديد طبعا لمنع التجوال أيضا في كثير من المناطق. نحن مقبلون على ذروة الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع المقبل. بالمقابل إذا انخفض في الوفيات يعلو في عدد الإصابات. نحو نصف الحالات عمليا لم تتجاوز أعمارهم 45. مستشفى سيدة لبنان بصدد الإغلاق التام. هناك مبادرات فردية من بعض منظمات المجتمع المدني. I'm seeing young patients, old patients. عملية الإحصاء وكيفية إحصاء الوفيات. ملايين من الذين أصيبوا بهذا الفيروس لكنهم لم يتصلوا بالسلطات الصحية. ماذا يعني مثل هكذا توصل؟ يتواصل سباق ما يسمى باللقاحات الواعدة. في نظرية تقول أنه مستحيل إيجاد لقاح. تقنية تعتمد على التسلسل الجيني، هل هذا وارد باعتقادك طبيا؟ في ظل عدم وجود لقاح، هناك 440 دراسة حول العالم، فقط 4 دراسات عربية. ما نسمعه الآن هو التصفيق للطواقم الطبية. الأخبار من الحدث. ردود فعل واسعة تندد بالعملية الإرهابية في نيس الفرنسية، وترامب يؤكد وقوف واشنطن مع أقدم حلفائها في هذه المعركة. واشنطن تواصل سياسة الضغط القصوى على طهران وتفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران. التحالف ينشر فيديو لاعتراض مسيرات حوثية مفخخة باتجاه السعودية، وواشنطن تعلن مصادرة شحنة أسلحة في طريقها للحوثيين. الرئاسة الجزائرية تقول إن حالة الرئيس تبون مطمئنة والاستعدادات مستمرة لإجراء استفتاء الدستور. أهلا بكم من جديد. بالعودة إلى الشأن الفرنسي، من مدينة نيس الفرنسية ينضم إلينا مراسل الحدث حسين قنيبر. أهلا بك معنا حسين من جديد. بداية نريد أن نعرف منك كيف تبدو الآن الأجواء العامة في نيس، وما هو آخر المستجدات على الصعيد الأمني والصعيد السياسي؟ نعم، أولا الجو هنا قبل حوالي ساعة من الآن نظمت تظاهرة لليمين المتطرف، كان المشاركون فيها هنا أمام كنيسة نوتردام التي سجلت في محيطها حادثة الاعتداء الصباحية التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وجرح عدد آخر، بعض الجرحى حالتهم خطرة. كان يعني المشاركون في هذه التظاهرة لليمين المتطرف قبل ساعة من الآن يرددون هتافا رئيسيا: نحن في بلدنا. وقد اضطرت الشرطة إلى ضرب طوق أمني حول التظاهرة خوفا من تطور الأمور وحصول صدام بين المشاركين في التظاهرة وبعض الفرنسيين من أصول عربية هنا في نيس. هذا بالنسبة للأجواء. العناصر الأمنية ما تزال منتشرة في محيط هذا المكان، والطوق الأمني ما زال قائما. بالنسبة لردود الفعل السياسية، هي كانت
كانت مستنكرة للاعتداء وكانت عابرة لكل الأحزاب من أقصى اليسار حركة فرنسا العصية بزعامة جون لوك ميلانشون ووصولا إلى أقصى اليمين حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ومرورا بحزب الجمهوريين الدغولي وأيضا الحزب الاشتراكي. وطبعا الجميع دان هذه العملية عملية الاعتداء. الرئيس ماكرون كان هنا بعد ظهر اليوم حيث دعا الفرنسيين إلى عدم الرضوخ لروح الانقسام، قال أن وجوده هنا هو رسالة وحدة للجميع، رسالة وحدة بين الجميع، وأيضا قال أنه تعبير عن دعم الأمة كلها لنيس ولكاثوليك فرنسا. أعلن ماكرون عن رفع عديد عناصر الجيش الفرنسي الذين يعملون ضمن عملية سنتينيل لمكافحة الإرهاب والتي كانت انطلقت عام 2015. أعلن عن رفع عديد هذه المشاركة للجيش الفرنسي من 3000 عسكري إلى 7000 سيعملون على حماية دور العبادة والمدارس وملاحقة وتفكيك أيضا المجموعات الإرهابية. إشارة أخيرة إلى أن سلسلة محاولات هجمات حصلت اليوم بالإضافة إلى الاعتداء هنا في نيس، أحبطت محاولة اعتداء في ليون عندما أوقفت الشرطة شابا كان يهم بالصعود إلى ترامواي وكانت بحوزته سكين. قال محافظ قال عمدة الدائرة الثانية في ليون أن توقيف الشرطة لهذا الرجل جنب مدينة ليون مأساة جديدة. أيضا في مدينة سارتروفيل الصغيرة قرب باريس أوقف رجل كان ينوي الاعتداء على كنيسة سان مارتان، وفي أفينيون أيضا أطلقت الشرطة الرصاص على رجل كان بحوزته مسدس وطبعا تبين لاحقا أنه ينتمي إلى مجموعة يمينية متطرفة. نعم، الجهات المعنية بالدين الإسلامي في فرنسا كيف هو موقفها لمحاربة هذا التطرف؟ يعني سواء كان رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي الذي كان يدلي بتصريحات على العربية قبل قليل، وأيضا رئيس مؤسسة إسلام فرنسا الدكتور غالب بن شيخ أكد على أن هذا الاعتداء هنا أمام كنيسة نوتردام في نيس لم يقم به أبدا أشخاص، يعني هو لا يمثل الفرنسيين المسلمين. قال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن المسلمين في فرنسا ليسوا مضطهدين بل هم مواطنون كاملون، وحمل مسؤولية الاعتداء للتيارات المتطرفة المحرضة على هذا النوع من الأعمال. نعم حسين، كانت هناك وسائل إعلام تونسية تقول بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بدأ بالفعل في بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي للجريمة. إذا كان هناك تحقيق بدأ الآن في تونس، هل ستكون هناك مشاركة في التحقيقات بين البلدين أم هذا أمر مستبعد؟ طبعا في هذا النوع من الحالات المتعلقة بتحقيقات حول جرائم من هذا النوع يحصل تنسيق بين فرنسا وأيضا شركائها وتونس تعتبر بلدا شريكا لفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب. وطالما أننا نتحدث عن هذا الشخص الذي ارتكب الاعتداء نشير إلى أن عناصر التحقيق الأولية تشير إلى أن المعتدي كان غادر لامبيدوزا الإيطالية نهاية الشهر الماضي بعد أن أنهى فترة حجر صحي فرضتها عليه السلطات الإيطالية وجاء إلى فرنسا مطلع شهر تشرين الأول أكتوبر الحالي، وأنه لا يوجد دليل على أن الأوراق الثبوتية التي قدمها إلى الشرطة صباح اليوم بعد توقيفه هي فعلا أوراقه. لا يوجد سوى دليل واحد يحمل اسمه وهو وثيقة صادرة عن الصليب الأحمر الإيطالي. هو لم يطلب صفة اللجوء لم يطلب أن يتمتع بإقامة لاجئ، يعني بوثيقة لاجئ، لم يطلب هذا بعد، وهو دخل إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية. هذا ما أشارت إليه عناصر التحقيق الأولية. حسين، الادعاء الفرنسي يقول 4 ضباط واجهوا مهاجم نيس وداخل الكنيسة وأطلقوا النار عليه، هل في مزيد من المعلومات؟ لأنه كان هناك حديث حول مؤتمر صحفي للمدعي العام ليطلع الإعلام على مزيد من التفاصيل، هل هناك لديك المزيد؟
في الواقع المدعي العام بدأ قبل دقائق قليلة من الآن حديثه إلى الصحفيين في نفس الوقت الذي بدأت معك هذه المداخلة، ولم يتح لي في الواقع الاطلاع على ما قاله، ولكن ما كنا علمناه صباحا أن الشرطة طلبت منه إلقاء سلاحه، وعندما لم يمتثل أطلقت النار عليه فأصيب إصابة خطرة في كتفه ونقل بعدها إلى المستشفى. طبعا الرئيس ماكرون كما ذكرت لك كان حضر إلى هنا ومعه وزيراء الداخلية جيرال دارمانا والعدل إريك دوبون موريتي، وتلاحقت الاستنكارات التي كانت عابرة للأحزاب، الاستنكارات لهذه الجريمة التي تأتي بعد اعتداءين كان سجلا، الأول في 25 من شهر سبتمبر أيلول الماضي ضد المقر السابق لصحيفة شارلي إبدو وأدى إلى جرح شخصين، وأيضا الاعتداء الذي وقع يوم الجمعة في 16 من هذا الشهر والذي أودى بحياة مدرس تاريخ في كونفلون سانت أونورين قرب باريس بمقاطعة ليزيفلين تهاني. نعم أستاذة منتهى طبعا. طيب حسين، كنت أريد أن أعرف منك ما هو موقف اليمين المتطرف في فرنسا، خصوصا كانت هناك تصريحات بعد ما حصل للمدرس من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين بأنها قالت بأنها تريد أن يكون هناك سن قانون حرب. هل هناك تصريحات جديدة؟ هل هناك العمل على قوانين جديدة؟ وكيف يمكن لفرنسا أن تواجه المرحلة المقبلة؟ نعم، هناك مشروع قانون يدرس حاليا وسيصدر في مطلع شهر ديسمبر المقبل، وهو يعني ينص على ضرورة مكافحة ما يسميه مشروع القانون الانفصالية الإسلامية بحسب تعبير مشروع القانون. بالنسبة لليمين المتطرف مارين لوبان كانت ذهبت مؤخرا إلى حد الدعوة إلى منع الحجاب في فرنسا بشكل كامل، ليس فقط في المدارس الرسمية وفي الوظائف الرسمية، وإنما منع الحجاب في الفضاء العام أي في كل مكان في فرنسا، أيضا أثناء السير في الشارع وفي مكان العمل وفي كل مكان، بمعنى أن لا يقتصر منع الحجاب على المدارس الرسمية والوظائف الرسمية كما هو معمول به منذ صدور قانون بهذا المعنى عام 2004. شكرا جزيلا. من مدينة نيس الفرنسية كان معنا مراسل الحدث حسين قنيبر. ويلتقي وينضم إلينا أيضا الآن من باريس المحلل السياسي مصطفى طوصة. أهلا بك معنا سيد مصطفى. ما هي عناوين المرحلة المقبلة في فرنسا بعد أن بدأت تتعالى أصوات اليمين المتطرف بعد الحوادث الأخيرة؟ نعم، عناوين المرحلة المقبلة ستكون أول عنوانها عنوان داخلي. السلطات الفرنسية بزعامة إيمانويل ماكرون ستشدد إجراءاتها تجاه الجمعيات والهيئات والشخصيات التي تتناغم مع الخطاب المتطرف. هذا القرار كان قد اتخذ منذ عدة أيام، لكن هذا الحدث الإرهابي العنيف يعني سيجعل السلطات يعني تتخذ إجراءات أكثر حزما وأكثر بأكثر سرعة. العنوان الثاني سيكون أيضا على المستوى الدبلوماسي والدولي. لا ننسى بأن هناك أصوات حاليا في فرنسا ترتفع لمساءلة الدور التركي في التجييش وفي صب الزيت على النار، وهناك من بدأ يطالب فرنسا بأن ترفع شعار يجب مساءلة تواجد تركيا داخل المنظومة الأطلسية. وهذا السؤال، هذا العنوان الدبلوماسي الكبير سيكون له أصداء على المستوى الأوروبي، لأن هناك دول أوروبية وصلت إلى قناعة بأن هناك من ينشر فكر الكراهية في العالم ويجيش من أجل العنف. وأيضا سيكون هناك مساءلة للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تنظر بطريقة رمادية إلى الدور التركي في المنطقة، وهناك من سيسائلها وسيطلب منها أن توضح مواقفها. إذن إجراءات داخلية ومساءلة دبلوماسية للقوى الظلامية التي تعبث بعقول الشباب وتدفعهم إلى الفعل الإرهابي. نعم سيد مصطفى، كانت هناك تصريحات من مكتب الرئاسة التركية بأنها تدين وتستنكر ما حدث في فرنسا، ولكن في الوقت ذاته هي تحذر فرنسا من المساس
بالدين الإسلامي أو الدين السياسي في مقصودهم. هنا الإسلام السياسي والإخوان المسلمين كيف يمكن أن يستفيدوا من كل ما يحدث الآن؟ نعم، هم لن يستفيدوا، لأنهم في آخر المطاف يعني هناك وعي أوروبي عن طريق هذه التجربة المريرة والتجربة الدامية التي تعيشها فرنسا. هناك وعي أوروبي بأن الخطر المتطرف يهدد مفاصل المجتمع الأوروبي. هناك وعي ويقظة فرنسية، وربما ستتبعها يقظة ووعي على المستوى الأوروبي. في آخر المطاف الخطاب الذي يعني تبنته القيادة التركية، والتي تدعو إلى تجييش المجموعات المتطرفة من أجل ضرب مصالح هذه الدول الأوروبية، ربما وهذا متأكد أنها سترتد عليها بطريقة أو بأخرى، لأن هذه الدول ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة وستسائل نفسها، هل لا زالت تركيا هذا الجار الذي يمكن أن نعول عليه لحفظ الأمن والاستقرار، أم يجب التعامل معه كعدو داخلي يهدد مصالح واستقرار هذه الدول؟ ولكن هذا السؤال مطروح، ولكن هذا سيكون مرتد بطريقة أو بأخرى. طيب، ولكن الدول الأوروبية في اجتماعاتها المتكررة كانت تبحث فرض عقوبات على تركيا، ولكن كانت هناك تباين في الآراء، فورقة اللاجئين التي يلعب بها الرئيس رجب طيب أردوغان تهدد الدول الأوروبية ويهدد بها الدول الأوروبية، إذن كيف يمكن أن يتفقون في نقطة واحدة بأن تركيا بالفعل تهدد الأمن الأوروبي ولا بد من فرض عقوبات عليها؟ نعم، عندما يعني تصل هذه الدول وتجتمع وتصل مجتمعة إلى قناعة بأن التجييش والإشارة بالأصابع ووصف فرنسا وإيمانويل ماكرون بأن هذه الدولة عدوة الإسلام وأن يجب ضربها من الداخل، فهذه التجربة يعني نسبيا جديدة على المستوى الدبلوماسي. حتى ألمانيا التي كانت تحافظ بطريقة أو بأخرى على قنوات دبلوماسية للحوار مع القيادة التركية سترغم على إعادة النظر ومراجعة طريقة تعاملها مع هذه الأزمة. نحن الآن أمام دولة يعني تبعث برسائل تهديمية وتحطيمية للمجتمع الفرنسي والأوروبي، ولا أعتقد بأن هذا الوعي سيكون فقط على فرنسا، لأن هناك دول أوروبية تنظر إلى هذا الخطر المتطرف الآتي من بعض الدول الخليجية وتركيا، هو خطر يهدد مستقبلها ويهدد تماسكها الاجتماعي. إذن بطريقة أو بأخرى سترغم هذه الدول على توحيد المقاربة وتوجيه الرسالة. لذلك الفرنسيون لحد الساعة أولا يطلبون من الدول الاتحاد الأوروبي يعني الاتفاق على حزمة أو رزمانة عقوبات اقتصادية يمكن فرضها على تركيا، وهناك من أصبح كما قلت في البداية يسائل عضوية تركيا في المنظومة الأطلسية. أستاذ مصطفى، هذا الأمر على الصعيد الدبلوماسي، ولكن إذا أخذ الأمر على الصعيد الشعبي، هذا ما تقوم به الآن فرنسا هو يعزز موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويعزز وجود الإسلام السياسي في المنطقة وتيار الإخوان المسلمين المصنف إرهابي في أكثر من دولة عربية، وذلك بسبب عدم الاحترام للمشاعر المسلمين في العالم الإسلامي أجمع بدواعي حرية التعبير. إذن هنا في تناقض أساسا في الموقف الأوروبي، تناقض من الموقف الفرنسي، كيف يمكن معالجته؟ إذا فرضت العقوبات على تركيا وهي تستحقها بسبب كل ما يتم الحديث عنه بين الحين والآخر حسب الحديث من المجلس الأوروبي، ولكن هذا التوقيت يعزز موقف الإسلام السياسي الذي هو أساس التطرف في المنطقة الآن. كلامك كان قد يكون صحيح وصائب لو لم تكن هناك عمليات إرهابية، لو كان يعني الحملة يعني ولكن العمليات اقتصرت على مستوى التنديد ومستوى ولكن اسمح لي أستاذ مصطفى، أنا فقط لا أريد أن أقاطعك، ولكن هذه العمليات الإرهابية جاءت بسبب الشحن العاطفي، الشحن العاطفي عندما فرنسا تكون هناك لديها حرية التعبير، نحترم قوانينها وحرية التعبير، ولكن يجب أن يكون هناك احترام لمشاعر المسلمين.
يعني يجب أن يكون هناك احترام للمسلمين في العالم أجمع، ليس فقط في فرنسا، لأنه عندما تكون حرية التعبير تمس بالأديان وتحديدا الدين الإسلامي، هنا يكون التيار الإسلام السياسي يأخذ بذلك على عاتقه ويكسب شعبية كبيرة. نعم، لا أنا صراحة لا أتفق معك في هذه القراءة. كان ممكن لهذا الإسلام السياسي وللدور التركي والقطري أن يكونوا من الرابحين لو لم تكن هناك عمليات إرهابية ضربت المجتمع الفرنسي، لو اكتفى الخطاب على التنديد وعلى يعني التذكير بمواقف أخلاقية إيديولوجية دينية، ربما كان ممكن أن يربح على المستوى الرمزي والإيديولوجي. لكن عندما يمر بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا التيار إلى العمل الإرهابي ويهددون مفاصل الدولة ويرغمون السلطات الفرنسية وغدا السلطات الأوروبية إلى ممارسة أقصى الضغوط على هذه المجموعات، فلا أعتقد أنهم من الرابحين، وخصوصا أن الضغوطات التي تمارس عليهم في الفضاء الأوروبي كانت غائبة في الماضي. التيار الإخواني والمجموعات المتطرفة تتعرض لضغوط في شمال إفريقيا من طرف الدول، وتتعرض لضغوط في دول الخليج والشرق الأوسط، لكن كانت لديها حرية التصرف في أوروبا، في أمريكا، في البلدان الغربية. الآن هذه البلدان الغربية لم تصبح ملاذاً مطمئناً لهذه المجموعة ولهذا الخطاب، لذلك كيف يمكن أن تتصوري أنهم من الرابحون في هذه المعركة؟ لا أنا لا أقول رابحون، أنا أريد أن أسف أستاذ مصطفى، أنا لا أقول رابحون، أنا فقط انتهى وقتي، ولكن أود أن أوضح هذه النقطة. أنا لا أقول رابحون، ولكن الآن نحن في معركة فيها دين، المسألة ترتبط بالدين الإسلامي، ليس كل من يقف وراء أردوغان يفهم ماذا يعني بالخطاب السياسي. عندما يجده يدافع عن الدين الإسلامي في هذه المرحلة بدواعي الوقوف والاستنكار الذي استنكره العالم الإسلامي أجمع للرسوم المسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بالطبيعي سيتعاطف معه إذا وجدوا بأن فرنسا أو الاتحاد الأوروبي فرض على تركيا عقوبات في هذا التوقيت. هذا ما أريد أن أقصده، ولا أقول بأنهم رابحين. نعم. ولكن أنتم تجدون لهم مبرر للتعاطف الشعبي. لا أنا متفق معك، صدرت مواقف استنكارية من المغرب، من الرياض، من العواصم الخليجية، من الإمارات، صدرت مواقف استنكارية، لكن هل هذه المواقف دعت إلى المرور وجيشت إلى المرور إلى الفعل الإرهابي؟ لا، هذه مواقف مبدئية وأخلاقية ودينية. يعني لو كان الأمر بقي على هذا المستوى لكانت الأمور يعني في نصابها، لكن أن تجيش أشخاص لكي يمروا إلى الفعل الإرهابي فهذا يغير قواعد اللعبة ويغير المعادلة السياسية بكاملها. شكرا أستاذ مصطفى، اتضحت الصورة، شكرا جزيلا من باريس المحلل السياسي مصطفى طوسة، شكرا جزيلا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية قبل قليل فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، وقالت الوزارة إنها حددت 8 كيانات شاركت في عمليات بيع وشراء منتجات بتروكيماوية إيرانية. وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران الأسبوع الماضي، طالت سفيرة طهران في بغداد. ومن واشنطن، ديفيد بولوك المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أهلا بك معنا سيد ديفيد. سيد ديفيد، برأيك كيف يمكن لمثل هذه العقوبات الأمريكية الأخيرة في هذا التوقيت أن تحد من أي مكاسب ربما تسعى إليها إيران قبل الاستحقاق الرئاسي؟ طيب، أنا أعتقد إنه هذه العقوبات الجديدة ليست مرتبطة بشكل مباشر مع معركة الانتخابات الأمريكية، ولا تستهدف النوايا الإيرانية تجاه هذه الانتخابات. بالعكس، هذه العقوبات تمثل استمرار في الموقف الأمريكي من زمان تحت إدارة دونالد ترامب، الضغط للقصوى على النظام في طهران اقتصاديا ودبلوماسيا ومعنويا وحتى أمنيا. ولذلك أنا أعتقد أن أهمية هذه العقوبات الجديدة بصراحة كاملة أنها
فرضت على كيانات تجارية في الصين وحتى في سنغافورة، ولذلك هذا دليل على استهداف حتى شركات في بلدان أخرى ليست في إيران نفسها، لكن في الصين منافسة أمريكا في العالم وبشكل خاص في العالم الاقتصادي، وحتى في سنغافورة حليفة أمريكا أو صديقة أمريكا في آسيا الشرقية. والدرس من هذه العقوبات إنه حتى شركات في أوروبا أو في حلفاء أمريكا الأخرى في العالم ربما تتخذ أو تفرض عليها هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تستهدف لا إيران فقط بل كل دولة أو كل شركة التي تساعد إيران. نعم. طيب الآن بعد العقوبات على القطاع الاقتصادي والقطاع المالي، الآن العقوبات على القطاع البترولي والبتروكيماوي، كيف يمكن أن يزيد من تضييق الخناق الاقتصادي على إيران؟ إيران تعاني الآن من أزمة اقتصادية صعبة جداً جداً، ولذلك أنا بصراحة كاملة أنا لا أظن أن هذه العقوبات تؤثر كثيراً على الأزمة الاقتصادية في إيران التي هي صعبة بدون هذه العقوبات. ولذلك أنا أقول أن الهدف الأساسي لهذه العقوبات تحذير لدول أخرى في العالم كالصين أو سنغافورة أو حتى دول في أوروبا أو في أي مكان في العالم، إنها أمام خطورة من فرض عقوبات أمريكية عليها. أنا لا أعتقد إنه الأزمة الاقتصادية الداخلية في إيران سوف تكون أصعب مما كان في الماضي بسبب هذه العقوبات، وأنا لا أتوقع تغيير في الموقف الإيراني بصراحة كاملة إلا ما بعد الانتخابات الأمريكية، ولكن التصرف الاقتصادي عند بعض الشركات الكبرى في أوروبا أو حتى في الصين ربما سوف تتغير بسبب هذه العقوبات، لأنها خائفة من العقوبات الأحادية الأمريكية وتفضل طبعا السوق الأمريكي والعلاقات التجارية الجيدة مع أمريكا على السوق الإيراني أو العلاقات الجيدة الاقتصادية مع إيران. نعم. ما هي توقعاتك لعناوين المرحلة المقبلة في العلاقات ما بين العلاقات التجارية ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة إذا بالفعل فاز الرئيس ترامب، خصوصا أن كان هناك اتفاق اقتصادي ما بين الصين وما بين إيران الذي سيباشر أو باشر العمل به في الفترات الحالية؟ صحيح، هذا الاتفاق الإيراني الصيني أنا أعتقد حتى هذه اللحظة هذا الاتفاق رمزي فقط علني فقط، نحن لم نرى حتى هذه اللحظة نتائج ملموسة في الميدان لا في التجارة ولا في الاستثمارات ولا في نقل التكنولوجيا من الصين إلى إيران أو من إيران إلى الصين. لذلك لو أو إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة أنا أتوقع أنه هذا الاتفاق الصيني الإيراني سوف يبقى ورقة بدون تطبيق بدون نتائج فعالية في داخل إيران، ولكن إذا فاز جو بايدن في هذه الانتخابات ربما نحن سوف نرى محاولات أمريكية لاستئناف التعاطف أو على الأقل المفاوضات التشاورات بين واشنطن وطهران، وفي هذه الحالة أنا أتوقع أن إيران سوف تسعي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وليس مع الصين. المعنى أنه سواء فاز دونالد ترامب أو جو بايدن في الانتخابات أنا لا أخذ هذا الاتفاق الصيني الإيراني بشكل جاد. أنا بالعكس أنا أعتقد أنه هذا نوع من الدعاية الإيرانية بالنسبة لي العزل الإيراني في العالم، وإيران تسعى أن تثبت أنها ليست معزولة والحقيقة
الحقيقة إنها معزولة بالتأكيد. اتضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن ديفيد بولوك، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. شكرا جزيلا. أعلنت واشنطن أنها صادرت شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. وتعليقا على هجمات الحوثية المدعومة من إيران على السعودية، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سلوك إيران يهدد الأمن الإقليمي ويعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر بمن فيهم الأمريكيون. وأضاف بومبيو أن على الحوثيين التوقف عن العمل مع إيران والتوقف عن تهديد الأمن الإقليمي والتركيز على مساعدة الشعب اليمني. وأكد السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد أن التدخلات الإيرانية في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد حل في اليمن، مؤكدا أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة والعمل بجهد لردع السلوك الإيراني. وأضاف السفير الأمريكي أن تدخلات إيران في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد مسار للسلام، وأشار إلى الجهود التي بذلتها السعودية في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانوا رهائن لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية. السفير الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة تعمل إلى جانب السعودية والمبعوث الأممي لإعادة السلام إلى اليمن، إلا أن التدخلات الإيرانية تزيد من صعوبة إيجاد الحل، وأن تهديدات طهران مستمرة مع نشر أذرعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. هذا وانتهت جولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لترسيم الحدود المائية في مقر اليونيفيل في بلدة الناقورة اللبنانية. وجرى الاتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات الشهر المقبل بعد انتهاء الجلسة التي دخلت في تفاصيل الخلافات بين الدولتين، وعرض كل طرف تصوره لحلها. زياد حلبي يطلعنا على المزيد. تتوالى مفاوضات ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية وإشراف أممي فصولاً ومواعيد، وما تزال شقة الخلاف واسعة بين المواقف الأولية. إسرائيل طرحت خارطة تطالب بترسيم الحدود شمال المنطقة المتنازع عليها، ولبنان عرض خارطة تطالب بترسيمها جنوب تلك المنطقة، ما يجعل الخلاف أكبر من 860 كيلومترا مربعا، خلافا للخرائط التي قدمت للأمم المتحدة عام 2011. محادثات خيمة الناقورة التي باتت مطالبة باتفاق على منطقة الخلاف أولا ستتواصل لأسابيع مقبلة، سيتضح في خلالها إن كانت الموارد الطبيعية في باطن المنطقة المتنازع عليها والمقدرة بمليارات الدولارات لكل دولة كافية لجسر الهوة، فيما تبقى الخلافات على 13 نقطة في الحدود البرية قائمة أيضا. والمفارقة أنه بالتوازي مع مفاوضات الناقورة لترسيم الحدود اختتمت إسرائيل أياما من المناورات العسكرية التي تحاكي حربا مع حزب الله. المناورات واسعة النطاق شملت الجو والبحر والبر، وحاكت قتالا داخل قرى لبنانية في المنطقة الحدودية، وتأتي وسط استنفار عسكري منذ 3 أشهر على حدود لبنان، حيث تخشى إسرائيل من اندلاع حرب بفعل عملية حدودية لحزب الله، أو إن أقدمت هي على استهداف ما تدعي بأنه معامل لتحسين دقة الصواريخ داخل لبنان. زياد حلبي، الحدث، الناقورة.
يتجه الجزائريون الأحد الأول من نوفمبر إلى مراكز الاقتراع للتصويت على تعديل دستوري يؤسس لجمهورية جديدة. ويركز مشروع الدستور الجديد على سلسلة الحقوق وحريات تقول الحكومة إنها تلبي تطلعات الحراك. يأتي هذا بينما يستمر القلق في الجزائر عن صحة الرئيس عبد المجيد تبون المتواجد منذ أمس في ألمانيا للعلاج وإجراء فحوصات معمقة. هذا بينما قالت الرئاسة الجزائرية إن الفريق الطبي متفائل بنتائج فحوصات الرئيس عبد المجيد تبون. بصفة عامة شفنا لي بلي أنه لبى طلبات تاع الحراك، بصح واش بقى الميدان؟ الميدان ما على بالناش، فبيقول في المستقبل نشوفه. أنا ما طلعتش على الدستور هذا، لكن حاجة اللي نتمناها أنا أني كل يعني الوضع في الجزائر راح يتبدل ان شاء الله، نتمنى تكون كما قالوا الجزائر الجديده ان شاء الله تكون صح جديده. الدستور هذا احنا ما نقبلوش الجيش تاعنا يخرج على برا، الشعب هو حومه الجيش، احنا الجيش ديالنا ما نقبلوش يخرج على برا. ولا هذا الدستور اللي راح يبدلوه يجيب حقوق الانسان، حقوق الجزائري، يعني هنا في الجزائر وبرا الجزائر، اللهم بارك. هما ما يحوسوا يديروا تغيير داخل النظام، انا نطلب تغيير النظام جذريا. دونك الدستور لي انا لا حادث. هاد الدستور الا يوفر لي صح واش كاين في المحتوى ديالو والمواد اللي كاين في الدستور، الا يوفرهم لي الدستور نفوتي عليه افيك بليزير. ان شاء الله كامل الناس راح تفوتي على الدستور الجديد هذايا باش نبدلو وما يجيناش مشروع واحد اخر. لو كان ما نروحوش حنا نفوتيو في هذا الفوت الجاي حن يجي مشروع واحد اخر بالك ما يعجبناش على هذا اللي فات وندموا عليه. من الجزائر ينضم إلينا مراسل الحدث عبد القادر خربوش. أهلا بك معنا عبد القادر، نريد أن نعرف منك آخر الأخبار المتداولة حول صحة الرئيس عبد المجيد تبون. أهلا بك. إذن آخر الأخبار هي ما تنشره الرئاسة الجزائرية من بيانات بشأن الوضع الصحي للرئيس. قبل قليل وقبل حوالي ساعة من الآن أبرقت ببيان تقول فيه بأن النتائج الفحوصات التي خضع لها الرئيس الجزائري بأحد أكبر المستشفيات الألمانية بأنها يعني لقيت تفاؤلا من قبل الفريق الطبي الخاص بالرئاسة وبأن حالته مستقرة ولا تدعو لأي قلق. طبعا هي استراتيجية جديدة من الرئاسة أكبر أو المؤسسة الأولى في البلاد حول وضع الرئيس وإطلاع الجزائريين بوضع الرئيس مقارنة مع ما كان يحدث سابقا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. الآن الرئاسة تحاول أن تقطع الشك أو الطريق أمام أي تأويلات وتفند أي شكوك حول وضع الرئيس الجزائري، ولكن هذا لا يكفي رغم أن هذا البيان هو البيان الرابع الذي يصدر خلال أسبوع واحد عن وضع الرئيس، بدءا بالبيان الأول الذي صدر في يوم السبت مطلع الأسبوع يفيد بدخول الرئيس الجزائري فترة حجر طوعي بعد التأكد من وجود إصابات بفيروس كورونا في محيطه بالرئاسة وبرئاسة الحكومة، ثم بعد انقضاء مدة الحجر الصحي بيان آخر يفيد بنقل الرئيس إلى المستشفى العسكري ومنه إلى ألمانيا بعد يوم أي يوم أمس. واليوم هناك من ما يزال ينتظر تفاصيل أخرى بشأن وضع الرئيس الجزائري، خاصة أن بيانات الرئاسة لم تشر إلى سبب نقل الرئيس إلى ألمانيا من طيب أجل إجراء فحوصات وصفتها الرئاسة بالمعمقة وحتى البيان الذي صدر اليوم. نعم. طيب عبد القادر لا أريد أن أقاطعك ولكن نريد أن نعرف أيضا هذه البيانات التي تصدر كيف تؤثر على الأجواء العامة عن الانتخابات الدستور أو الاستفتاء عن الدستور. بالفعل هذه البيانات تصدر لتهدئة نوع من القلق الذي يسود الآن الشارع الجزائري بشأن صحة الرئيس عبد المجيد تبون، فهذا يقطع باب الشك والتأويلات مثل ما قلت، خاصة أن الجزائر مقبلة على استفتاء شعبي بعد يومين من الآن. نحن نعيش حالة صمت انتخابي بعد انقضاء مدة الحملة الدعائية التي نشطها أحزاب سياسية وأيضا جمعيات المجتمع المدني بشأن الترويج للذهاب والاستفتاء نعم لتعديل الدستور الذي طرحه الرئيس عبد المجيد تبون ويعتبره بأنه هو أساس الجزائر الجديدة التي وعد بها خلال حملته الانتخابية وبأنه سيستجيب من خلال. شكرا، وصلت المعلومات ولكن انت يبدو بأنه انقطع الاتصال. على كل حال أشكرك من الجزائر مراسل الحدث عبد القادر خربوش.
وأيضا ينضم إلينا الآن من الجزائر الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. أهلا بك معنا دكتور. دكتور، إلى أي حد يمكن أن يتأثر الجو العام في الجزائر بذهاب الرئيس للعلاج في ألمانيا على استفتاء الدستور؟ أنا اعتقادي لن يتأثر الشعب الجزائري بذلك، لأنه في النهاية الرئيس تبون هو يوم الاستفتاء هو مواطن مثل أي واحد، مثل كل الشعب الجزائري، وبالتالي غيابه لن يؤثر. نتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى أن يكون حاضرا يوم الاستفتاء، ولكن لن يكون له تأثير تماما. الشعب الجزائري مهيأ لمرحلة قادمة، مرحلة جديدة من خلال قراءته للدستور ومن خلاله خطاب السياسي للرئيس شخصيا. أنا شخصيا أحس كمثقف وكمواطن أحس أن الرجل له شخصية هادفة وبناءة للذهاب إلى التغيير. نعم. وربما هذا ما أرهقه وأصبح أرهقه وعمل مؤخرا خاصة في الشهور الأخيرة بقوة من أجل أن يوصل الرسالة للجزائريين بأنه رجل التغيير ورجل وجه جديد للجزائر. طيب دكتور إسماعيل، إلى أي مدى هذا الدستور يلبي مطالب الحراك الذي خرج على مدار عام في الجزائر؟ أنا اعتقادي أن القراءة الأولى الإعلامية والسياسية للدستور الجزائري من خلال الشعب الجزائري ومن خلال الحراك أن الشعب الجزائري تحرر من الوصاية الحزبية، خاصة الأحزاب التي تغيرت حسب الوضع وحسب الرهان الذي كان موجودا في كل استحقاقات رئاسية سابقة. وبالتالي الشعب الجزائري الآن له مقاربة بعيدة عن التأثير الحزبي الذي يدعو إلى المعارضة وإلى التصويت بلا أو المقاطعة. أنا اعتقادي سوف يذهب بأغلبية إلى التصويت والتصويت بنعم، لأن مضمون الدستور واضح من خلال المحتوى يؤسس لمرحلة جديدة. وأعطيك الأدلة. أول دليل أن الحريات الفردية والحريات الشخصية موجودة، ولكنها تتكامل وتؤسس وتبنى على الثوابت والقيم المجتمع الجزائري وعلى رأسها الإسلام. وبالتالي وهذا السبب اختيار 1 نوفمبر كرمز حتى رسالة للجميع الذين يراهنون على أن الجزائر تنفصل وتصبح دولة علمانية وتصبح بعيدة عن الثوابت والقيم الإسلامية. فهذا في موعد نوفمبر هو بيان نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة وجمهورية. نعم. وفق المبادئ الإسلامية. نعم. النقطة الأخرى كذلك أن الدستور يؤسس إلى الجانب الاجتماعي. الكثير يراهن على أن الجانب الاجتماعي يجب أن يبعد وتصبح الشعب الجزائري لا يوجد له الدعم في مسائل التعليم، في مسائل الصحة، في مسائل السكن، في مسائل الحياة اليومية والدعم للمواد الغذائية الأساسية. طيب دكتور إسماعيل، هذه كلها موجودة في الدستور. طيب أيضا في الدستور والشعب الجزائري إذا كان نسيت له هذا اثنين. نعم. أيضا عشان أكسب الوقت، أيضا هناك بند في الدستور يتحدث بأنه الجيش الجزائري قد يشارك للخروج في عمليات في الخارج، وهذه النقطة يبدو بأنها تثير مزيد من الجدل في الداخل الجزائري. لماذا عندهم اعتراض أو هناك اعتراض على خروج الجيش للمشاركة في عمليات خارج البلاد وأغلب جيوش العالم تقوم بذلك؟ لا، الدستور واضح في هذا الموضوع. الدستور يؤكد أن وجود الهدف الأول والأخير هو حماية الحدود الجزائرية التي تصل إلى 8000 كيلومتر برا وبحرا. وبالتالي هناك وقاية للأمن الإقليمي والأمن الوطني من خارج الحدود الجزائرية، ولكن على الحدود الجزائرية بشرط أن يكون هذا التواجد وفق الشرعية الدولية ووفق الاتحاد الإفريقي ووفق جامعة الدول العربية. نعم. يبدو لأن الناس وكانوا يتصورون غدا الجيش الجزائري سوف يخرج من الحدود ويهاجم أي قضية وأي أزمة. هذا غير وارد ولن يكون. الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. نعم. وترفض التدخل في شؤونها الداخلية من طرف الآخرين. لكن هذا لا يعني، لأن الجزائر كانت ضحية في تيكون تورين في 2013 بسبب أنها لم تكن
عندها لها التدخل الاستباقي لاحتواء الارهاب الذي حدث في تيغونتورين على الجنوب الجزائري. أشكرك. وكان للجيش صلاحية دستورية انه يخرج من الحدود لاحتوى الأزمة ولا نصل الى ما حدث في تيغونتورين وفي عين صالح قبل 7 سنوات. شكرا جزيلا الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، كنت معنا عبر شاشة الحدث، شكرا جزيلا. انتهت الساعة مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.